جبل على حب العلم، فحصد شهادات عديدة في مجالات علمية مختلفة ليضاف إلى رصيده الأدب. ميسوم هو كاتب من ذوي الهمم الذي وجد في الكتابة البلاغة الكافية للتعبير عن ذاته بشكل يليق بها. يعني كلنا نستطيع أن نكتب، لكن هناك معايير حتى نكتب. لا نكتب لأجل أن نكتب، بل نكتب لأجل أن نحيا. مثلا الكتابة بالنسبة لي هي الحياة. أروقة هذه الطبعة من معرض الكتاب تشهد إقبالا واسعا للقراء والزوار. كعدة طلبة يفضلوا يلمسون الكتاب، رغم ما قلت لك تطور الرقمنة وظهور المراجع في الانترنت، إلا أن الحنين ولمس الكتاب هو أحسن. إفريقيا تكتب مستقبلها، على هذا الشعار يرتب بيت الكتاب بالجزائر هذه المرة، محاولا إبراز الثقافة الإفريقية ومدى جسور التواصل بين مختلف بلدان هذه القارة. الجزائر بلد مهم في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه في المغرب، هي أيضا مهمة بالنسبة لإفريقيا. بلدي ساحل العاج أيضا بلد رئيسي في غرب إفريقيا، وأعتقد أن شراكة هذان البلدان المهمان ستساهم في بناء الوحدة الإفريقية. ويشارك في هذه الطبعة 1283 دار نشر من 61 بلدا، إضافة إلى تنظيم ندوات ومحاضرات هامشية ذات بعد تاريخي وسياسي. الحنين إلى الورق يعيد عشاق الكتب إلى هذه الأروقة، ولكن يبقى عالم الميديا يحول دون العودة إلى ذلك الزمن الجميل الذي كان فيه الكتاب الأنيس الوحيد للإنسان. من الجزائر سارة بانا، اليوم.